بسم الله، ربنا أعنا على أمورنا حتى لا ننساك ولا نجلب إلينا غضبك وأليم عقابك. يقول مولانا في الآية 101: وكيف تكفرون؟ فماش علاش مش تكفروا رغم الحاع بتاع أعدائكم اليوم ما يجموش يصفوا معكم إلا القليل منهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، يعني نزل القرآن وبمناسبات وناسخ ومنسوخ و يعني، ويسألونك دائما ما جواب حتى الروح، قل هي من أمر ربي. هذا يقول مولانا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذن إذا كان حصل لدينا حقيقة الإيمان بالقرآن بالتمام كمان غير ما ندخل في لعبة كلاب المستشرقين اللي اليوم أشر منهم حال، هم الكرب والذين يدعون الإسلام بباطل ويقول لك احنا راه نطعن في كذا كذا في القرآن. يعني وصلتوا للدرجة دي من الوقاحة يا كلاب؟ ما عندكم حتى ريحة أخلاق مع الخلاق سبحانه وتعالى. والكلام يطول لا فائدة بذلك، احنا اللي يهمنا القرآن وحديث قدسية وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.